السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة اللي عايزين يدخلوا ثانوي عام بس للأسف مجموعهم أقل من التنسيق ب 10 أو 15 أو 20 درجة، هل في أمل إن أنا ممكن أدخل ثانوي عام؟ أقول لك أه، عندك حلين مش حل واحد. في عندك حاجة اسمها ثانوي خدمات وفي حاجة اسمها ثانوي منازل، الاتنين ممكن يوصلوك للثانوي العام بنفس الطريقة. طب يا مستر، إيه الفرق بينهم وإيه مميزات كل واحدة فيهم وإيه عيوبها؟ وهل في اختلاف بينهم وبين الثانوي العام؟ ومصاريفهم كام؟ كل ده هنعرفه مع بعض النهارده ان شاء الله في الفيديو، تابعوني للاخر. معاكم هاني العطار ودي قناه ازاي. اول حاجه ناخد ثانوي خدمات. ثانوي خدمات المناهج بتاعتها هل في اختلاف بينها وبين المناهج الثانوي العام؟ هي نفس المناهج بنفس الشروط بنفس القوانين وبطريقه الامتحان، مفيش اي اختلاف بينها وبين الثانوي العام من حيث المناهج والكتب. طب يا مستر، بالنسبه للمصاريف، مصاريف السنه والخام الخدمات بتكون كام؟ تقريبا بتبقى حوالي 1200 جنيه في السنه، ممكن تزيد 100 جنيه 200 جنيه زائد 100 جنيه بتدفعوها تأمين للتابلت اللي انتوا بتستلموه. ده الفرق بينها وبين الثانوي العام، ان مصاريفها بتكون ازيد شويه. طب مكان الدراسه، طلبه كتير بتسالني يا مستر ثانوي الخدمات دي بيكون فين؟ بيكون يا شباب في نفس المكان بتاع الثانوي العام، نفس المدارس اللي هم اصحابكم بيدرسوا فيها، بس الفرق ان انتوا بتروحوا في فتره مسائيه بيسموها فصول الخدمات المسائيه، عشان كده اصلا سموها ثانوي خدمات، بيقدم لك خدمه بس بعد الظهر. اصحابكم بتوع ثانوي عام بيروحوا الصبح وانتوا بتروحوا نفس المدرسه، بس فين؟ بعد الظهر تقريبا الساعه واحدة. طب التنسيق، انا عشان ادخل ثانوي خدمات مجموع محتاج كام؟ بيحتاج تقريبا بيكون اقل من 20 ل 30 درجه عن الثانوي العام. يعني مثلا القاهره السنه دي واخده من 235، ثانوي خدمات بتكون اقل منها بحوالي 20 درجه او 25 درجه، يعني ممكن تاخد من مثلا من 215 210 في الحدود ديت. طيب التحويل ينفع يا مصر وانا مقدم في ثانوي خدمات احول اروح ثانوي عام ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش الا في حاله واحده بس، لو انتوا عارفين ثانوي عام بيبقى فيه تنسيق اول وتنسيق ثاني، يعني التنسيق اللي نزل من يومين اللي هو 235 ده اسمه التنسيق الاول. ممكن بعد شهر يقول لك خلاص احنا ممكن هنقبل الناس اللي جايبين 225. انت مجموعك مثلا 230، في الحاله دي تنفع تحول من خدمات تروح ثانوي عام، لا وكمان بيرجعوا لك الفلوس اللي دفعتها المصاريف، يقول لك ادفع مصاريف زي الثانوي العام زي صاحبك عادي. طب نيجي بقى النقطه الاهم اللي معظم الناس بتسالني، الكليات، انا لما ادرس ثانوي خدمات هل ببقى خريج عادي زي الثانوي العام ليا نفس الكليات؟ اقول لك نفس الكليات اللي موجوده في الثانوي العام هي اللي موجوده في الخدمات. يعني لو لاحظتوا هتلاحظوا ان الثانوي والخدمات هو نفسه الثانوي العام، اللي اختلف في كام حاجه، حاجتين بس، ان انا بدفع في الثانوي والخدمات فلوس اكتر سنه. صاحبي بيدفع مثلا حوالي 200 300 جنيه مصاريف في الثانوي العام، انا بدفع هنا حوالي 1200. ده الاختلاف الاول. الاختلاف الثاني هو الوقت بتاع المدرسه، الثانوي العام بيروح الصبح انا بروح بعد الظهر، لكن الكتب طريقه الامتحانات الكليات بعد كده كلها زي بعض. ده كان كل حاجه على ثانوي خدمات. خلينا نروح نشوف مع بعض تاني حاجة أو تاني حل، ثانوي منازل. واحد، المنهج بتاعه هو نفس منهج ثانوي عام، مفيش أي اختلاف، نفس الكتب يا معلم، نفس طريقة الامتحانات وكل حاجة. ممتاز. التنسيق يا مصر عشان أدخل نفس اللي قلناه في الخدمات أقل بحوالي 20 30 درجة عن تنسيق الثانوي العام، ودي الميزة اللي موجودة إن هو بيديك فرصة إن أنت تدخل ثانوي عام. طب مكان الدراسة، واضح من اسم الثانوي، ثانوي منازل. البيت يا فندم. طبعا ودي ميزه، خلي بالكم يعني معظم الطلبه بتقول لك اصلا كده كده احنا بنروح المدرسه، يعني ما للاسف يعني ما فيش استفاده، معتمدين كلنا على السناتر ودروس خصوصيه، فهو بيقول لك خلاص خليك في البيت وصرف نفسك، اعتمد على نفسك. طب ايه المصاريف؟ مصاريف الثانوي والمنازل يا ترى زي الخدمات ولا ايه؟ اقول لك لا، دي الميزه اللي فيها، نفس مصاريف الثانوي العام. ازاي يا مستر بياخد نفس المصاريف؟ لانه اصلا الخدمات هو بيديك خدمه، اللي بيقول لك تعالى المدرسه وهجيب لك مدرسين ويدرسوا لك. المنازل هو مش ملزم بيك، هو بيقول لك عيش مع نفسك، انت في البيت بتذاكر مع نفسك، فمصاريفه هي نفس المصاريف اللي بيدفعوها بتوع الثانوي العام. نيجي بقى للنقطه الاهم، الكليات، او لما اخلص ثانوي منازل هل انا مسموح لي ان انا ادخل اي كليه؟ كل الكليات مسموحه ما عدا ثلاث كليات، ما ينفعش تدخل كليه طب ولا هندسه ولا الكليات العسكريه، وده العيب اللي موجود في ثانوي منازل. لو انت طالب ما تفرقش بالنسبه لك، يعني مش في املك تدخل طب هندسه كليات عسكريه، لا ثانوي منازل بالنسبه لك دي ممتازه زي هذه الثانوي العام، في كل حاجه، في المنهج بتاعها، في الكتب، في طريقه الامتحان، معايش مع نفسك في البيت بتذاكر، مصاريفها زي مصاريف ثانوي عام. عيبها الوحيد ان انت ما بتدخلش لا طب ولا هندسه ولا الكليات العسكريه. طيب ممتاز. واحد يقول لي يا مستر طب انا دلوقتي ده انا محتار اكتر،
منازل ولا خدمات، محتار اختار مين بين الاثنين. اقول له ما تقلقش، انا هوضح لك دلوقتي مميزات كل واحده فيهم وعيوبها، وانت مع نفسك كده هتلاقي نفسك بتختار بسهوله. ناخد اول حاجه مميزات ثانوي ومنازل. واحد، مجموعها اقل من الثانوي العام، فهي اعطتك فرصه ان انت تدخل بمجموعه اقل. الناس اللي ناقصه 5 درجات، انا عارف في ناس ناقصه درجه واحده، يعني التنسيق السنه دي 235 هو جايب 234، فده اعطيته فرصه ان يقدم. الميزه الثانيه، نفس مصاريف الثانوي العام، بدفع نفس الفلوس اللي بيدفعوها، مش هدفع، مش هتكلف اي فلوس زياده، مش لازم اروح المدرسه، بتديني وقت ان انا اذاكر مع نفسي او اروح واجي براحتي، مش ملزم ان انا بنسبه حضور في المدرسه. دي مميزات الثانوي والمنازل. طب فيها عيوب؟ فيها عيب. واحد، ان انت ما ينفعش ادخل كليه طب وهندسه. اتنين، ماليش في الكليات العسكريه، ده العيب الوحيد، لكن غير كده اهوت هي بالظبط زي ثانوي عام. اعطيك المميزات والعيوب وانت قرر. طب ثانوي وخدمات يا مستر، مميزاتها واحد، مجموعها اقل فاعطتك فرصه تدخل. اتنين، بتستلم تابلت في اول السنه. تلاته، نفس تنسيق الكليات الثانويه العامه. يعني نفس تنسيق، يعني انت بعد ما بتخلص ثانويه بتدخل زيك زي الثانوي العام اي كليه مجموعك بيسمح بيها، ما فيش اي كليه ممنوعه، يعني مش زي المنازل ممنوع طب وهندسه، لا، الخدمات بتدخل اي كليه زيها زي الثانوي العام. عيبها الوحيد مصاريفها بتكون اكتر شويه من الثانوي العام. وفي ناس بيشوفوا في عيب تاني، هو موضوع الوقت، يعني يقول لك ان انا اروح المدرسه بعد الظهر بتبقى ايه، رخمه شويه. دي المميزات ودي العيوب بتاع كل حاجه. اعتقد انا في الفيديو ده وضحت لك كل حاجه تخص الفرق بين ثانوي ومنازل وثانوي وخدمات، مين فيهم افضل. اتمنى يكون الفيديو جاوب على كل الاسئله اللي بالكم. لو انت من الابطال اللي هو مستمرين معانا لاخر الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو لسه ما اشتركتش في القناه يا ريت تشترك وشير الفيديو لاصحابك كلهم، خلي الكل يستفاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.